السلام عليكم. عليكم السلام. احكي لنا حجة عن الأوضاع، وين صاير بالرستم؟ الأوضاع صاير بالرستم كامل، دمار كامل بالطيران، جميع أنواع الأسلحة، جميع أنواع الأسلحة هون صاير الدمار. نقص، شو عندكم نقص؟ نقص بالأموال، نقص بالغاز، نقص بالخبز، مدمر البيوت، كهرباء الأطفال، كهرباء ما في، غاز ما في، جميع أنواع الاقتصادية ما في بالرستم. أنتم هم بالرستم محاصرين؟ نحن محاصرين وما عم وصلنا أي شيء، كليته نحن ما عندنا بالرستم شيء خالص. طيب شو سبب كل هالشيء عم يصير هون؟ سبب كل هالشيء هو النظام. النظام سبب كل هالشيء، عم يقتل الأطفال، النساء، يدمر، يجوع. كل شيء عم يعمل بالرستم. خلصنا.